مقتطفات من أضواء البيان. سؤال الأخ أبو الطيب. أبو الطيب نعم، هو سؤال وأيضا سؤال كبير، وكاني أشرت إليه مرة حينما تكلمنا عن الآيات التي في أواخر سورة المائدة، ما أدري تكلمت في هذا البرنامج أو في غيره، لكن هذه الآية فيها ثلاثة أقوال في هذا المعنى. طيب. هنالك من يقول إن معنى إني متوفيك أي مستوفيك حقك، فدخل خرجت المسألة من الإشكال، إذا كان مستوفيك حقك خلاص انتهى الموضوع. نعم. وقال بعضهم متوفيك أي منيمك أيضا هذا النوم، لأن النوم هو أخو الوفاء، وقال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم بالليل، فخرجت أيضا المسألة. وقال بعضهم إن الواو لا تفيد الترتيب، ومعنى إني متوفيك ورافعك إلي أي إني رافعك إلي ومتوفيك، ولكنه قدمه لاعتبار يعني لأمر من الأمور، قدم الوفاء على هذا. هذا هو الجواب، يعني اختر واحدا من هذه الجوابات إن شاء الله.